وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمتابعه المستمره والدقيقه لجهود حمايه الاراضي الزراعيه والتصدي بحزم للممارسات غير القانونيه للاستيلاء والتعدي عليها سعيا نحو تحقيق الاهداف المرجوه اقتصاديا وتنمويا والحفاظ على اصول وحقوق الدوله والشعب. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخليه والسيد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الاراضي واللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه واللواء جمال زكي محافظ كفر الشيخ والسيده نهال بلبع نائب محافظ البحيره وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار احمد فهمي ان السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الراميه لصون وحمايه الاراضي الزراعيه على النحو الذي يحفظ حقوق الدوله والشعب فضلا عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنيه في هذا الصدد وسبل التغلب عليها واوضح المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه الحكومه بالمتابعه المستمره والدقيقه لجهود حمايه الاراضي الزراعيه والتصدي بحزم للممارسات غير القانونيه للاستيلاء والتعدي عليها سعيا نحو تحقيق الاهداف المرجوه اقتصاديا وتنمويا والحفاظ على اصول وحقوق الدوله والشعب